مشاهدينا، لم يكن مفاجئا قرار الإدارة الأمريكية بدء تقليص عدد القوات الأمريكية في قاعدتي حرير في إربيل وعين الأسد في الأنبار قبل نهاية سبتمبر أيلول، وهو قرار يأتي استكمالا لأربع جولات مفاوضات عقدها الجانبان الأمريكي والعراقي، والتي قضت بتحويل مهمة القوات الأمريكية من قتالية إلى استشارية. يبقى الأهم في التوقيت الزمني والتبدلات الإقليمية، فهل يصبح العراق أفغانستان جديدة؟ ما علاقة إيران التي زارها القاسمي مؤخرا وتطورات سوريا فيها ومفاوضات فيينا وترتيب العلاقات بين ومع دول الخليج؟ وهل الخطوة ستلاقي استحسان الفصائل المسلحة وتبدل من واقع الانتخابات القادمة؟ أسئلة نطرحها على ضيفنا المحلل السياسي غانم العابد، هو معنا مباشرة من مدينة إربيل. استاذ غانم، صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا. بداية أستاذ غانم، هل استقبلتم بارتياح القرار الأمريكي؟ ما هي إيجابياته وما هي سلبياته على واقع العراق الآن؟ نعم، تحية طيبة. حقيقة يعني منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، وكان هناك يعني شيء متوقع أن تقوم الولايات المتحدة بذات الفعل في العراق، لكن هي المشكلة في التوقيت. العراق لا زال بحاجة لوجود الولايات المتحدة، ليس يعني حبا في الولايات المتحدة، والكل يعلم أن غالبية العراقيين رفضوا الولايات المتحدة كقوات احتلال، إنما فشل الحكومات المتعاقبة منذ أول حكومة عام 2005 ولحد الآن في بناء منظومة عسكرية مؤسساتية قوية. هذا هو السبب الوحيد الذي يعني يتحدث به العراقيون، هو حاجة العراقيين للاستخبارات الأمريكية، للغطاء الجوي الأمريكية في مواجهة بعض العصابات، سواء داعش أو بعض الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي تتخذ من الحدود العراقية السورية مقرات لها من أجل نقل السلاح من وإلى العراق وسوريا. حقيقة يعني انسحاب الولايات المتحدة سيخل بالتوازن داخل العراق، قد نكون أمام هيمنة إيرانية كاملة مسلحة وحتى سياسية، قد يكون هناك متنفس لبعض الفصائل الجهات المتطرفة مثل داعش أو القاعدة وغيرها أن تستعيد نفسها داخل العراق وتبدأ بخطوات جديدة. لهذا هذه الهواجس كلها مجتمعة تسعى الفرد العراقي متخوف من القادم. حقيقة يعني إخراج الولايات المتحدة مثل ما يعلم الجميع، نعم، كان هو برغبة الطرف المعسكر الإيراني المرتبط، المعسكر الإيراني في العراق داخل مجلس النواب، مع تحفظ سني وتحفظ كردي على إخراج الولايات المتحدة. لكن بعد حادثة اصطياد قاسم سليماني في قرب مطار بغداد، اجتمع مجلس النواب وأقر إخراج القوات الأمريكية. سرعة الانسحاب الأمريكي وحتى تقليص أعداد القوات القتالية سواء في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار أو قاعدة حرير في أربيل، أنا أعتقد أنه سيكون له بعض التداعيات. هذا القرار سيكون بصالح الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، لكن حقيقة هناك تخوفات مشروعة سواء نعم. كانت سنية أو كردية من هذا الانسحاب. نعم أستاذ غانم، قبل أن نتطرق إلى التموضع الإقليمي الجديد، العوامل الإقليمية التي أدت إلى هذا القرار القاسمي الذي زار إيران وتطورات الإيرانية على الصعيد الأمريكي وملف إيران النووي، إضافة إلى تطورات سوريا، العراق هل يسير على خطى أفغانستان أم لا؟ المشابهة اليوم لا تجوز بين البلدين، العراق ليس كأفغانستان، والدليل أنه في انتخابات نحن مقبلون عليها بعد أقل من شهر من يومنا هذا. يعني خليني أبتدئ بالشق الثاني. الانتخابات أنا أعتقد هي من ستحدد مصير العراق، هذه الانتخابات هي ستحدد وجهة العراق. إذا نجحت هذه الانتخابات أنا أعتقد أن العراق سيسير بخطوة بالاتجاه الصحيح. أما لا سامح الله أن هذه الانتخابات يعني لن تحدث، فلا أعتقد أنه ستكون هناك انتخابات قادمة في العراق. الموضوع الآخر يعني هو مخرجات هذه الانتخابات. الكل يعلم أن هناك رغبة كبيرة لدى الشارع العراقي بتغيير الوجوه السياسية وتغيير هذه الطبقة السياسية من أجل يعني انتشال العراق
من ما وصل إليه وبفعل هذه الطبقة السياسية. يبقى السؤال، هل أن السلاح المنفلت أو أن هذه الميليشيات ستعترف بمخرجات هذه الانتخابات إذا ما أنها لم تحصل على شيء؟ يبقى هذا السؤال مرهون. أنا أعتقد أن هذه الميليشيات لن تسمح بأن تكون خارج اللعبة السياسية بعد النفوذ القوي والذي استحصلته بفعل السلاح، حتى لو أدى الأمر بها إلى تكرار النموذج الأفغاني. لكن الوضع في العراق يختلف عن أفغانستان، يعني أفغانستان الكل يعلم أنهم بغالبية مكون واحد، في العراق الوضع يختلف. أنا أعتقد أنه أي هزة جديدة ستحدث في العراق لا سامح الله ستؤدي بالعراق إلى اقتتال داخلي وإلى تقسيم في أضعف الأحوال. نعم أستاذ غانم، هل يعيد القرار الأمريكي خلط أوراق الانتخابات القادمة؟ وهل أخطأ من قاطع هذا الاستحقاق، ونقصد بذلك التيار الصدري؟ يعني حقيقة هو رسميا لم تقاطع أي جهة الانتخابات، الكل قاطعت إعلاميا، لكن داخل مفوضية الانتخابات لم نشهد أي سحب للأوراق من قبل غالبية الأطراف التي أعلنت أنها مقاطعة الانتخابات. بالإضافة إلى أنه بعض الأطراف التي قاطعت وبشكل فعلي ليس لها ذاك يعني الثقل الكبير على أرض الواقع. لهذا أنا أعتقد أنه الانتخابات هي ستكون يعني الحل الوحيد لوضع مثل وضع العراق، وأنا دائما لدي قناعة أنه أنقاذ دولة أفضل من اللا دولة. الانتخابات هي من سترسم مصير العراق، إما أن نذهب إلى بر الأمان أو لا سامح الله سنكون أمام كارثة كبيرة العراقيين يعني سيدفعون ثمنها غالي لا سامح الله. بالنسبة للولايات المتحدة أنا أعتقد فقط هذه الجزئية، أن ليس فقط العراق، أن الشرق الأوسط بالكامل لم يعد أولوية لدى الولايات المتحدة، وهذا ما يجعلنا أن نطرح سؤال، هل ستبقى هذه المنطقة بالرغم من كل المشاكل الموجودة بها ستبقى هكذا؟ هل سيسمح لإيران بالتدخل في بلدان أكثر في المنطقة، أم أن هناك لاعبون جدد سيكونون محل اللاعب الأمريكي؟ نعم أستاذ غانم، أبعد من ذلك، إيران اليوم الحاضر الغائب دائما بتطورات العراق، إيران التي زارها القاضي مؤخرا قبل أن تفاجئنا الإدارة الأمريكية بهذا القرار اللي كان متوقع ولكن تم تقريبه إلى نهاية أيلول سبتمبر. ما علاقة إيران؟ ما الدور الإيراني؟ وهل من مقاربة اليوم ما زالت بعيدة عن الإعلام، أو وصلتنا إلى هذا اليوم الإعلان على الانسحاب الأمريكي بحلول أيلول سبتمبر القادم؟ ما هي إيجابيات وسلبيات على الواقع الإيراني، علاقات إيران مع دول الجوار، مفاوضات فيينا، وعلاقاتها مع الإدارة الأمريكية ممثلة بجو بايدن الرئيس الأمريكي؟ نعم، يعني حقيقة مثل ما يعلم الجميع أنه العراق يعني رغم أن السيد مصطفى الكاظمي رئيس حكومة مؤقت إلا أنه نجح والحقيقة بالانفتاح على دول المنطقة على دول العالم، استطاع من إقامة مؤتمرات يعني إقليمية قوية جدا، شكل تحالفات، يعني هناك تحالف ما بين العراق والأردن ومصر، هناك المجلس التنسيقي العراقي السعودي، لغة الاقتصاد هي السمة التي طغت على هكذا مؤتمرات. إيران تحتاج العراق اقتصاديا، لهذا إيران تسعى لأن لا يكون هناك منافس لها داخل العراق، خصوصا في ظل العقوبات الكبيرة المفروضة عليها. لهذا دائما ما تحاول إيران استخدام يعني قوة السلاح من أجل الاقتصاد، طبعا يعني توظيف وجودها المسلح وتأثيرها على القرار السياسي العراقي من أجل الاقتصاد. لهذا هذا اللقاء كان أيضا لا يختلف عن حتى عن مؤتمر بغداد للشراكة، طغى عليه الطابع الاقتصادي، إيران تسعى لزيادة التبادل التجاري مع العراق. لكن تبقى هذه الاتفاقيات، يعني حكومة السيد المصطفى الكاظمي لم يتبقى لها إلا فقط 3 أسابيع، كل هذه الاتفاقيات ستكون إلى الحكومة القادمة. هل أن الحكومة القادمة ستبقى منفتحة على دول العالم بحيث أن العراق سيكون محط اهتمام الكل، أم أنه سيبقى مغلق على إيران؟ نعم أستاذ غانم، ورد بالسؤال سبتمبر القادم، المقصود أيلول سبتمبر الحالي، أي بعد أسبوعين من يومنا هذا. أستاذ غانم، هل يجعل القرار الأمريكي من مصطفى القاضمي رجل العراق القوي مجددا؟ وإضافة إلى ذلك، إيران هل تخرج
خروج رابحة من القرار الأمريكي بالعراق، هل يعطيها اليوم الكلمة الأبرز بالواقع العراقي؟ والإدارة الأمريكية دائما تعطي شيء لتحصل على شيء بالمقابل، على ماذا تحصل بالمقابل بعد هذا الانسحاب الأمريكي؟ يعني بالتأكيد انسحاب الولايات المتحدة سيخل بميزان القوى داخل العراق، وستكون مقدمة لإيران لابتلاء العراق بالكامل. لكن السؤال يبقى، هل إيران قادرة على ابتلاء العراق؟ هل أن إيران بإمكانها من خلال ميليشياتها السيطرة على كل العراق مع التنوع المذهبي والقومي الموجود داخل العراق؟ العراق ليس أفغانستان. أنا أعتقد أن محاولة إيران يعني شحن الوضع في العراق من أجل أن تسيطر عليه بالكامل سيعود بنتائج عكسية وسلبية على إيران نفسها، إن لم نقل على المنطقة نفسها. يبقى السيد الكاظمي، هو يعني وجود السيد الكاظمي أو استمراره حتى لولاية ثانية، هذا سيكون يعني موضوع التحالفات وكيف ستكون مخرجات الانتخابات القادمة. التيار الصدري يعني يسعى للاستحواذ على كرسي رئيس الوزراء القادم. علاقة السيد الكاظمي مع التيار الصدري علاقة طيبة، يعني إلى حد ما، قد أن الصدريين يمنحون السيد الكاظمي ولاية ثانية، أو قد أننا نشهد رئيس وزراء جديد يكون على سدة الحكم في الانتخابات القادمة. أستاذ غانم، سؤالي الأخير اليوم، الإدارة الأمريكية كما بات معروف تسعى إلى التحالف يواجه الصين، الصين التي تقربت من إيران مؤخرا، هل العراق يدخل بهذه المزايدة؟ الإدارة الأمريكية اليوم تعطي إيران ما تريده ببلاد الرافدين مقابل إبعاد إيران عن الصين وإعادتها إلى المنظومة الدولية وإلى مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق، يعيد إيران اليوم شريكا ومفاوضا أساسيا بعدة أزمات، تريد الإدارة الأمريكية التوصل إلى حلول لها. يعني أنا من خلال متابعتي الموضوع، أنا أعتقد أننا في قادم الأيام سيكون هناك تحالف، قد أن البعض يعني لا يتقبله، لكن هذه رؤيتي وقناعتي الشخصية. أعتقد أنه سيكون هناك تحالف تركي مصري عراقي بالإضافة إلى الأردن ودول الخليج، هو هذا التحالف الذي سيكون اقتصادي وقد يتطور إلى تحالف عسكري لمواجهة إيران وبقية الدول التي تسعى أن يكون لها نفوذ في هذه المنطقة. يعني هنا أصل إلى خلاصة أن المفاوضات الإيرانية السعودية غير المباشرة التي جرت مؤخرا ببغداد قد فشلت وصولا إلى ما تفضلت به للتو. نعم، يعني المفاوضات، يعني أربع مفاوضات جرت في بغداد ما بين السعودية وإيران، أعتقد أنه يعني وما تسرب يعني من هذه المفاوضات فشلت ولم تصل إلى نتيجة. لهذا أنا أعتقد أن هناك تحالف قادم يضم الكثير من دول الخليج وحتى الدول الإقليمية. لهذا بدأنا نرى أن هناك مصالحات حدثت سواء في بغداد أو من الرسائل الإيجابية التي بين الدول التي كانت بها خلافات، وأنا أعتقد يعني ما أشير له واضح للمشاهد الكريم. نعم، المحلل السياسي غانم العابد، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من مدينة إربيل.